منافسات الجولة الرابعة من كأس الأمير فيصل بن دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. بالتأكيد اليوم لعبت عدة مباريات، نقلت على السعودية الرياضية مباراتين، النصر والشباب انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف. نتابع يعني بعض الأجزاء من هذه المباراة. نسخة ثانية من النظام الجديد، نظام المجموعات. كرة ملعوبة الآن في الجهة اليمنى الشبابية، مراولة وتمريرة وعرضية وتسديدة الآن تأتي، ولكن بسيطرة الحارس النصراوي مروان موسى. محاولة تأتي، ينجح عبد المحسن عسيري ليلعب كرة أمامية، مناع العنزي فرصة جول ويلعب الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب لصالح فريق النصر. المحاولة الآن فرصة ممتازة جدا، تسديدة لكن يسيطر عليها الحارس سليمان سفياني الانجويدو من هنا اللقطة. ايضا المنتخب الاولمبي فبالتالي في هذه البطوله راح نشاهد في كل مباراه، لكن الان انفراد نصراوي تسديد العنزي الى خارج ارضيه الملعب والهجمات ممكن نشاهد بعض الكرات في العشر دقائق الاخيره. الان تحرك شبابي تسديده في اتجاه المرمى خطيره جدا، والمحاوله الان مره اخرى شبابيه لكن التشتيت